بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الخامس. إماتة غير ذلك من التدبيرات القدرية، هذا توحيد الربوبية وهذا لا ينكره أحد. المشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين به، كما في القرآن ذكر الله ذلك: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء أو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فهم مقرون بتوحيد الربوبية، لكنه لا يكفي، لا يكفي توحيد الربوبية. الرسل ما جاءوا يدعون إلى توحيد الربوبية، إنما جاءوا يدعون إلى النوع الثاني وهو توحيد الألوهية. فيقولون لقومهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن. ولكن علماء الكلام والمنطق والفلسفة والمذاهب المنحدرة من غير دين الرسل يقولون يكفي توحيد الربوبية. إذا أقر الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو مسلم مؤمن. أن يقول لو كان هكذا لما أرسل الله الرسل، لأن هذا موجود، هذا موجود في الأمم في الفطر، ما ينكره أحد. إنما الخلاف بين الرسل وأممهم في توحيد الألوهية. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا هو الذي جرت فيه الخصومة بين الرسل وبين وأتباعهم وبين مخالفيهم من الأمم الكافرة. هذا هو مدار الخلاف بين الرسل وأتباعهم وبين الأمم الكافرة. علماء الكلام يقولون يكفي توحيد الربوبية، إذا أقر بتوحيد الربوبية هذا يكفي. هذا باطل، لأن هذا لا يكفي. القرآن ذكر أن هذا لا يكفي، ولكن من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، فهو دليل يلزمه أن يقر بالألوهية. فتوحيد الربوبية دليل لتوحيد الألوهية، دليل لتوحيد الألوهية. هذا المدار على هذا الأمر. نعم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. علم أن التوحيد المطلوب على الواجب على العباد هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. نعم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. نعم، توحيد الألوهية متضمن، يعني يدخل فيه توحيد الربوبية، يدخل فيه التضمن، معناه دخول الشيء في الشيء. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، هذه العلاقة بينهما. نعم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. نعم، هذه الآيات تدل على هذا، تدل على أن المطلوب توحيد الألوهية، وأن الرسل جاءوا توحيد الألوهية، ما توحيد الربوبية فهو موجود في الأمم لكنه لا يكفي، لكنه لا يكفي ولا يدخل صاحبه في الإسلام ولا ينجيه من النار حتى يفرد الله جل وعلا بالعبادة. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي المذكور في القرآن، المذكور في الكتب الإلهية، دعوة الرسل. أما توحيد الربوبية هذا موجود، وهو تقتضيه العقول، يعني تقتضيه العقول لازما لها، ما في عاقل بل ولا فيه مشرك يقول إن مع الله من يخلق ويرزق، ما يقولون هذا، لكن يقولون مع الله من يعبد، يعبدون معه غيره. هذا الخلاف بين الرسل وبين المشركين، والرسل ما جاءوا يطلبون توحيد الربوبية، جاءوا يطلبون توحيد الألوهية. نعم، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، يقول الله لنبيه أقم وجهك، أقم وجهك أي قصدك ونيتك، قصدك ونيتك وتوجهك، أقم وجهك للدين، دين الإسلام، حنيفا أي مائلا عن ما سوى الله، مقبلا على الله سبحانه وتعالى. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، هذا الذي فطر الله العباد عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله فطر العباد على هذا، ولا أحد يجي ويغير الفطرة، ما أحد يجي ويغير الفطرة، أصل الفطرة ما يقدر على هذا. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. الله خلق كما في الحديث الله، أن الله جل وعلا يقول خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم. لا تبديل لخلق الله، إنما التبديل لمخلوق الله، للمخلوق، أما الخلق فلا يقدرون أن يغيروه. نعم، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك أي توحيد الفطرة هو الدين القيم المستقيم. وأما توحيد الربوبية والاقتصار عليه فليس هذا دينا إلا للمشركين. نعم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون يعني، ولذلك أشركوا مع الله سبحانه وتعالى، عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار لجهلهم، لجهلهم بدين الله عز وجل وبعبادة الله، ووجدوا آباءهم على الشرك وعبادة غير الله، فمشوا على هذا، مشوا على دين الآباء والأجداد، وأبوا يستجيبوا للرسل. نعم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يقولون كذا، أتنهانا، يقول الرسول أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، ما آباؤهم مش يعبدون، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، فهم مقلدون لهم تقليدا أعمى. نعم،
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله تعالى إذا هم يقنطون. أي نعم، إلى آخر الآيات. نعم. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله جل وعلا شك، وهو فاطر السماوات والأرض. من الذي خلق السماوات والأرض؟ المشركون لا يقولون إن أصنامهم وأحجارهم وأشجارهم خلقت السماوات والأرض، ما يقولون هذا، وإن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكن يقولون نحن نعبدها لأنهم يشفعون لنا عند الله لأجل الشفاعة عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لهم عند الله بزعمهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. المولود يولد على الفطرة التي هي الدين الصحيح، لكن تغير فطرته بالتربية السيئة. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، فيصرفون فطرته ويغيرونها. نعم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تربية، التربية، تربية الوالدين للأولاد هي التي تغير الفطرة. نعم. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا. ليس معناه أن المولود يولد على الفطرة أنه ساذج ما يعرف شيء، لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك ولا، هذا باطل، بل هو يعرف، لكن يصرف عن هذا بالتربية السيئة، وإلا لو ترك وفطرته لقبل دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما تلونا من الآيات التي سمعتموها. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث القدسي، أن الله جل وعلا يقول خلقت عبادي حنفاء يعني موحدين، فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وغيروها، دعاة الضلال ودعاة السوء هم الذين يغيرون الأديان من التوحيد إلى الشرك، الدعاة الضلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين أي القادة من العلماء والحكام المضلين، هم الذين يغيرون أديان الناس. نعم. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه سلمانه، ولم يقل ويسلمانه. إيه نعم، ما قال أبواه يسلمان يعني يجعلانه مسلما، لأن هذا هو الأصل وهو مولود على دين الفطرة، لكن يهودانه يجعلانه يهوديا، نصرانه يجعلانه نصرانيا بالتربية، يمجسانه يجعلانه مجوسيا بالتربية السيئة. التربية عليها مدار عظيم، تربية الأولاد عليها مدار عظيم، وينبني عليها مستقبله في العقيدة. نعم. وفي رواية يولد على الملة، وفي أخرى الفطرة ما هي؟ فسرها الحديث الثاني على الملة، ملة إبراهيم. نعم. وفي أخرى على هذه الملة،
على هذه الملة، ملة الإسلام. نعم. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. نعم. منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة. نعم. فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. الاعتراف بوجود الصانع يعني الخالق سبحانه وتعالى، الله هو الصانع، يخبر عنه بأنه الصانع. الله جل وعلا يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء. الصانع معناه الخالق للأشياء. نعم. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله جل وعلا أوقفهم في هذا: أم خلقوا من غير شيء؟ هنا مخلوق من غير خالق؟ أبدا، ما حد يقول هذا، أنا مخلوق بغير خالق. ولهذا يقول الأعرابي لما قيل له: الأعرابي جاهل، بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على السميع البصير؟ نعم. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول. نعم. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك ما يقتضي معرفة الصانع يعني الخالق، يعني الصانع هو الخالق، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. الله ما يسمى صانع، لكن هذا من باب الإخبار عن الله جل وعلا. نعم. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. نعم. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. وحينئذ كل إنسان عاقل يؤثر المنافع ويترك المضار. كل إنسان عاقل يؤثر المنافع ويترك المضار. نعم. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشر ما تكفي الفطرة. الفطرة موجودة، لكن الفطرة تحتاج إلى توجيه وإلى تأييد. ولذلك أرسل الله الرسل، ما قال تكفي الفطرة، لا، أرسل الرسل يدعون إلى الله عز وجل ويؤكدون الفطرة ويؤيدونها. نعم. ويوجهونها أيضا. نعم. بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. نعم. ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. وإن فيجتمع التعليم الصحيح والفطرة السليمة، يجتمع التعليم الصحيح والفطرة السليمة. نعم.
لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل. وإلا فلو علم الجماد والبهائم. الجماد؟ نعم الجماد. الجماد. نعم. بالدال. أه؟ الجماد. وإلا إيه؟ فلو علم الجماد. الجماد. نعم. إيه ما يقول. أنا ظنيتك تقول الجمال باللام. نعم. وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل. إيه نعم. لما له عقل ما يقبل. ومعلوم. وأيضا هو بفطرته متجه إلى ربه. كل المخلوقات متجهة إلى الله. كل المخلوقات متجهة إلى الله بفطرتها. الله خلقها على هذا. نعم. ومعلوم أن حصول أن الله يسجد له، يعني يخضع له، من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. نعم. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. نعم. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع الخالق يعني. نعم. ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. نعم. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. نعم. معلوم أن الفطرة إذا لم تتغير لم تغير توجه إلى الله وتقبل الحق. تقبل الحق إذا سلمت الفطرة من الفساد، تقبل الحق وتنفر من الباطل. نعم. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. نعم. جاءوا إلى أبي حنيفة ليناقشوه في مسألة الربوبية والخلق والرزق. قال قبل أن تجادل أبا أخبركم خبر غريب. قال وش؟ قال سفينة تجي ما فيها ربان ولا فيها أحد ولا ركاب، محملة بالبضائع، تحمل نفسها وتفرغ نفسها في الساحل وهذا شغله. قال هذا ما هو ممكن. قال إذا كان هذا ما هو ممكن في سفينة، فكيف هذا الكون كله يكون بدون خالق وبدون مدبر؟ فخصمهم بذلك. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره منازل السائرين هو شيخ الإسلام غاب عني اسمه الهروي شيخ الإسلام الهروي صاحب منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، والذي جاء ابن القيم رحمه الله وشرحه
شرح منازل السائرين بمدارج السالكين، مدارج السالكين شرح لهذا الكتاب لمنازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم نفيس جدا. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، توحيد الألوهية. القرآن مملوء من تقرير توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية هذا مركوز في الفطر كل يقر به، لكن القرآن وجميع الأديان التي جاءت بها الرسل كلها تدعو إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة. كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما أحد منهم يقول يا قوم أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي، لأن هذا موجود. نعم. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله. نعم، يأتي بتوحيد الربوبية الذي يقرون به ويعترفون به ليستدل به على توحيد الألوهية، إذا كان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وحده فهو المستحق للعبادة. نعم. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله. هذا يقول في أول البقرة، أول آية في خطاب الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما هو الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا هو سبحانه وتعالى، تجعلون معه شركاء عاجزون عن هذه الأمور، تسوونهم بالله عز وجل. نعم. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. يجعل الأول الذي هو توحيد الربوبية دليلا على الثاني الذي هو توحيد الألوهية. نعم. فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. يسلمون الأول أن الله هو الخالق الرازق المحيي، يسلمون توحيد الربوبية، وإنما ينازعون في توحيد الألوهية. نعم. فيبين لهم سبحانه وتعالى أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ نعم، آلهة أخرى عاجزة لا تملك شيئا، لا تحيي ولا تميت ولا تدبر ولا تخلق ولا ترزق. نعم. كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، هذه براهين التوحيد في القرآن،
يقيم عليهم الحجة بما يعترفون به من توحيد الربوبية على توحيد العبادة. نعم. يقول الله تعالى في آخر كل آية: فإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك. نعم. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. ومقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر هذا الكون إلا الله، احتج الله عليهم بذلك. إذا كان الله هو الذي يفعل هذه الأشياء فهو المستحق للعبادة، وأما الأصنام والأحجار والأشجار التي تعبدونها فلا تستحق العبادة لأنها مدبرة عاجزة مخلوقة. نعم. وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم. ليس استفهام، ليس هذا من باب استفهام الاستخبار، وإنما هو من استفهام التقرير والإثبات، لأنهم يقرون بهذا. نعم. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، يجعلون معه آلهة في العبادة ولا يجعلون معه ربا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. نعم. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. شوف، مشركون يفهمون معنى لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله. أجعل الآلهة يعني المعبودات إلها واحدة، استنكار منهم. فهموا معنى لا إله إلا الله وهم مشركون. وهؤلاء الجهال من الذين يدعون الإسلام يقولون لا إله إلا الله بالمئات والآلاف ولا يعرفون معناها، ما يعرفون معناها، ولذلك يقولون لا إله إلا الله ثم يعبدون مع الله، يقولون يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا علان، وهم يقولون لا إله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ نعم. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي نعم، ما جعلوا له شريكا في الربوبية، وإنما جعلوا له شريكا في الألوهية فعبدوا معه غيره. نعم. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. نعم. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إلى آخر الآية، استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. اعبدوا ربكم ثم قال الذي خلقكم، هذا توحيد الربوبية. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم. وكذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. نعم. أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يرزقكم من السماء والأرض، سيقولون الله. يقرون بتوحيد الربوبية، إذن ليه ما يفردون الله بالعبادة؟ يشركون معه
الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيء، هذا من انتكاس الفطر. نعم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية، النظار علماء الكلام هم علماء المنطق. نعم. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس. ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل، كل مثل ينبههم على وجوب إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ القرآن يبين الحق بالدليل، يذكر دليل الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من لم يقبل الحق الذي عليه الأدلة فماذا يقبل؟ يقبل الضلال. نعم. لكن ما للإنسان محيد، إما أن يقبل الحق وإما أن يقبل الضلال، ما له محيد عن هذين القسمين، إما أن يكون مهتديا عابدا لله، وإما أن يكون ضالا كافرا مشركا، نعم، عابدا لغير الله. نعم. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، إلى أين تتجهون؟ نعم. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. المقدمات والنتائج هذه من علم الجدل، المقدمات أولا ثم النتائج، هذه من علم الجدل. نعم. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، والطريقة الفصيحة في البيان أن تحدث، وهي طريقة القرآن. والطريقة الفصيحة في البيان. نعم. أن تحدث، وهي طريقة القرآن. أي نعم، المقدمة المعلومة تحذف، ما تذكر، تذكر النتيجة. نعم. وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. نعم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار ما في أحد يشرك في الربوبية، إنما الشرك في توحيد الألوهية. نعم. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة. ثانوية من المجوس اللي يقولون إن هناك خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالظلمة خلقت الشر والنور خلق الخير، هذول الثانوية من المجوس، لأنهم يعبدون إلهين، خالق للخير وخالق للشر. نعم. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. نعم. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن نعم. هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها،
فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. نعم. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا دليل التمانع، يسمون هذا دليل التمانع. نعم أعد. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اتخذ الله من ولد. هذا رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، ورد على مشرك العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله. نعم. وما كان معه من إله، وما كان معه من إله أي رب، أي رب آخر. نعم. إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان الكون فيه إله رباني لفسد هذا الكون، لأنهم يتنازعون، والقوي يأخذ الضعيف، ما يخلي واحد يشاركه، القوي يأخذ الملك ويتغلب على الضعيف. هذا دليل التمانع الذي ذكره الله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الحين الطائرة فيها سائقان ولا سائق واحد؟ الطائرة فيها سائقين يسوقونه، أو اللي حركه واحد؟ واحد، يمكن معه واحد احتياطي لو يحتاج ولا يمرض، لكن إنهم يسوقونه جميع ما يمكن هذا. كان واحد إنه بيروح هنا وواحد بيروح هنا. نعم. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. نعم. فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابد. هذا مأخوذ من كلام الإمام ابن القيم. نعم. فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. نعم. فلو كان معه سبحانه إلها آخر يشرك فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك. الله جل وعلا يقول: أروني ماذا خلقوا من الأرض، الشركاء اللي تعبدونهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ما أم ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. طالبهم بالبرهان. نعم. بل إن قدر على، لو سألت المشرك قلت له تعبد هذا وهذا، بين لي وش خلق من الأرض، خلق جبل، خلق بحر، خلق نهر، ما يستطيع يقول. الخالق هو الله جل وعلا، ما في خالق غير الله، حتى هم مقرون بهذا، ما يستطيع يقول لك فلان خلق المحيط الفلاني وفلان خلق الجبل الفلاني وفلان خلق القارة الفلانية، ما يستطيعون هذا. متوحد بالخلق هو الله، إذن هو المستحق للعبادة. نعم. بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق. إما أن يقتسموا الكون، إذا عجز بعضهم يطرد الآخر يقتسمون الكون ما يرضون الشركة، وإما أن ينفرد واحد ويطرد الثاني، ما يمكن يشتركون جميع ويسيرون الكون جميع أبدا، ما يمكن هذا. نعم. ولا يمكن يرضى واحد أن أحد يشاركه. نعم. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه
إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. ولا شاهدنا هذا، ما في الكون انقسام، ما في الكون انقسام، هذا لفلان وذا لفلان، على كثرة ما يعبده المشركون ما شفنا واحد انفرد بخلق عن الآخر، الخالق واحد. نعم. وإما أن يعلو بعضهم على بعض، يعني تغلب، يعلو يعني تغلب بعضهم على بعض. نعم. وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه. نعم. بل يكون وحده هو الإله، وهذا هو الحق. نعم. بل يكون وحده هو الإله وهم العبيدون المربوبون المقهورون من كل وجه. نعم. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا، هذا الكون يفسد لو فيه آلهة غير الله، لو فيه خالق غير الله، كل واحد يبي يأخذ نصيبه، كل واحد يبي يقتسمون، ولا يتغلب واحد عليهم ويأخذ الملك كله، ما يمكن يصيرون كلهم ملوك جميع، لا. نعم. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم. كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. نعم. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. نعم. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب، لو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ثم ينقسمون ولا يعلو بعضهم على بعض ويتغلب واحد، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. نعم. وقريب من معنى هذه الآية قوله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف، لو كان فيهما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدتا، لأنهم تنازعون، إما أن يقتسموا الكون هذا، ولا شاهدنا في الكون انقسام، وإما أن يتغلب واحد ويقتل الآخر ويأخذ ملكه، ما يمكن يصيروا ملكان متجاوران كل واحد له قسم، ما يصير، يفسد هذا الكون. نعم. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره، ولم يقل أرباب. وأيضا معبود، يعني معبود. نعم. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا لأنهم يتنازعون، ما حد يرضى أن يصير معه ملك ثاني إلى جواره، لازم إما أن يهلك بعضهما بعضا، وإما
أن يقتسم هذا الكون، كل يأخذ اللي له وينفرد به، ما حصل شيء من هذا، فدل على أن الإله والرب واحد سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا. نعم. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون. حين لو تشوفها، حين الباخرة أو السيارة أو الطائرة، هل فيها قائدان يقودان ولا واحد؟ ها؟ واحد اللي يقوده واحد، ولا يصلح إلا كذا، كان واحد يبي يروح شمال واحد يبي يروح جنوب، هم يتنازعون، هم فاللي يقود القيادة ما تكون إلا الواحد. هالكون كله العظيم ما يقوم به إلا واحد ينظمه ويصلحه، واحد. نعم. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى القادر. إذا كان إنه واحد لا يكون عنده قدرة يدبر هذا الكون، ولا كيف يدبر هذا الكون وهو ما عنده قدرة؟ ولهذا الله جل وعلا يدبر هذا الكون لأنه قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. نعم. وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الإله، من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله. نعم. وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم والله وحده، لأنه القادر على كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن نعم. فإن قيامه إنما هو بالعدل. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني غير الله، لفسدتا السماوات والأرض. نعم. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ووضع العبادة في غير موضعها ظلم. نعم. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. نعم. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن الملاحدة، هل صحيح أنهم لا يقرون بتوحيد الربوبية؟ أنهم لا يقرون بتوحيد الربوبية؟ اي نعم، منهم من لا يقر بتوحيد الربوبية تكبرا وعنادا، لكن لا عبرة بها، هذا ما له عقل. اللي ما يقر بتوحيد الربوبية ما عنده عقل، مخبول. يعني كون قائم بدون رب وبدون مدبر ما حد يقول هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، أو امرأة تسأل فتقول من خارج هذه البلاد، تقول إنها متزوجة من رجل صوفي له تسابيح معينة يسبح بها وفيها شركيات ويتعامل مع الجن. سؤالها تقول: ما حكم بقائي مع هذا الرجل كزوج لي، مع العلم بأني قد أوضحت له أن هذا شرك وأنه محرم؟ أقيمي عليه دعوة عند القاضي، والقاضي ينظر في هذا الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب أنه على نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد.
يقول هل معنى ذلك أن الرسل توحيد الربوبية بالمعرفة والإثبات، هذا توحيد الربوبية، والطلب والقصد هذا توحيد الألوهية. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل معنى ذلك أن الرسل قد دعت أيضا إلى توحيد الربوبية؟ نعم، تستدل به على توحيد الألوهية، تستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هل يؤخذ من هذا الحديث أن أطفال الكفار إذا ماتوا أنهم في الجنة؟ إذا ماتوا قبل البلوغ فحكمهم حكم أهل الفترة، حكم أهل الفترة، وأهل الفترة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، قيل يرسل إليهم رسول يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول تنسب الملة إلى إبراهيم عليه السلام، ملة إبراهيم دون بقية الأنبياء، فما السبب في ذلك؟ لأنه هو أبو الأنبياء، لأنه هو أبو الأنبياء، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يدرس كتب أهل البدع من أجل أن يجمع الناس حوله، كأن يدرس الكتب التربوية التي لأهل البدع وغيرهم؟ لا، ما يدرسها، لأنه إذا درسها معناه أنه أجازها، فلا يدرسها، يدرس الكتب المستقيمة، الكتب النافعة المفيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، واللي يقبل يقبل، واللي ما يقبل الهداية بيد الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هل في هذه الآية دليل على توحيد الربوبية أم على توحيد الألوهية؟ الألوهية، صلاتي هذه عبادة، ونسكي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. الأمر ما هو بتوحيد الربوبية، الأمر بتوحيد الألوهية، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يمكن أن يقال بأن الصوفية أشد من مشركي العرب، حيث إن مشايخ الصوفية يقال بأنهم يخلقون الجنين في رحم المرأة وغير ذلك من الأمور؟ إذا وصل الأمر إلى الصوفية ما هو على حد سواء، بعضهم أشد من بعض، فإذا وصل الأمر إلى الحد أنهم يقولون يدعى أنهم يخلقون وأنهم يرزقون وأنهم، فهذا أعظم الشرك وأعظم الكفر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وحفظكم، يقول ذكرتم حفظكم الله في بداية الدرس أن التوحيد على ثلاثة أنواع، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول ظهر بعض الناس يقول إنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين هذا التقسيم، وأنهم متبعون للقرآن والسنة فلا تقسيم للتوحيد، فكيف يجاب عن ذلك؟ سبحان الله، هذا إما أنه جاهل ولا ملحد. أليس القرآن فيه الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له في آيات كثيرة، وفيه ذكر توحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي؟ الآيات اللي تحدثت عن أفعال الله هذه توحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن أفعال الناس هذه توحيد الألوهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات كلها مأخوذة من القرآن الكريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ينكر توحيد الربوبية هل يقال بأنه إنما ينكره ظاهرا ويؤمن به باطنا؟ أنا أدري عن قلبه، لكن نقول ما أحد أنكر توحيد الربوبية من العقلاء،
مخبل ولا مجنون ولا ما عنده فطرة فاسدة فطرته؟ لا، توحيد الربوبية هي تثبته الفطرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن فرعون قد ادعى الألوهية؟ نعم. يقول: هل يقال بأن فرعون قد ادعى الألوهية؟ يقول: أنا ربكم الأعلى وهم يعبدونه من دون الله، أنا ربكم الأعلى، والرب هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الشرك يكون عن طريق الاعتقاد وعن طريق يقول لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير من إله، توحيد الألوهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الشرك يكون عن طريق الاعتقاد وعن طريق العمل، أو هو خاص بالعمل فقط؟ لا، ما يكون الشرك في العمل، الشرك هو في العبادة، الشرك في العبادة وهي العمل، ولا يكون إلا عن اعتقاد، لا يكون العمل إلا عن اعتقاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا ثم يعافيهم ويرزقهم، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالصبر؟ نعم، من أسمائه الصبور، من أسماء الله الصبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا كلام المؤلف رحمة الله عليه عند ذكره للإمام أبي حنيفة فترضى عنه، قال: رضي الله عنه. فهل يترضى عن غير الصحابة؟ يقول: مر معنا كلام المؤلف رحمه الله عندما ذكر أبا حنيفة فقال: رضي الله عنه، فهل يترضى؟ يدعو له بأن يرضى الله عنه، مات به يدعو له، يستحق أبو حنيفة رحمه الله ذلك، فهو يدعو الله أن يرضى عن أبي حنيفة، ونحن ندعو الله أن يرضى عن أبي حنيفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من أمريكا، يقول: عندنا هناك من يدرس الناس في المساجد لكنه لا يحب ذكر فتاوى علماء أهل السنة في المسائل الفقهية والعقدية، وحجته في ذلك لكي نهرب من التعصبات والخلافات، فهل هذا الكلام صحيح؟ إنما نقول له: اذكر فتاوى فلان ولا فلان ولا علان، نقول له: اذكر ما يقوم عليه الدليل، فالفتاوى الموافقة للدليل اذكرها رغم أنف من لا يريدها، وأما الفتاوى المخالفة للدليل فلا تذكرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل يؤخذ من هذا اسم الصانع؟ خبر يخبر عن الله جل وعلا، ما يسمى بالصانع، لكن من باب الخبر عن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الشرك في الربوبية الذي وقع فيه القدرية فيما يتعلق بأفعال الحيوان الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ نعم، المعتزلة يقولون: الإنسان يخلق فعل نفسه، الإنسان يخلق فعل نفسه، وليس لله تدبير في فعل نفسه، فهم مجوس على هذا، يسمونهم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة حفظكم الله للسؤال السابق عن المرأة، بالنسبة للسؤال السابق عن المرأة التي ذكرت وقالت إن زوجها صوفي وأن عنده بعض الشركيات، وأحلتموها حفظكم الله، تقول إلى أن تعرض أمرها على القاضي، تقول مرة أخرى، تقول: إن القضاة هناك في بلدنا من الصوفية، تقول: ما الواجب الشرعي حيال هذا الأمر؟ وما لنا في هذا دخل، ما لنا دخل في هذا، هي تفتدي منه، أحسن شيء أنها تفتدي منه بمال، تطلب منه طلاقها على عوض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن الله خلق كل صانع وصنعته، هل يقال بأن الله يقول، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق كل صانع وصنعته؟ نعم، هذا في القرآن، والله خلقكم وما تعملون، يعني وخلق ما تعملون. نعم. ثم يقول حفظك الله، هل يمكن أن نعبر فنقول إن الله خلق السيارة وخلق المنزل وغير ذلك من الصناعات؟ خلق كل شيء، تقول خلق كل شيء ولا تفصل، تقول السيارة والشاة ولا، ما له داعي، خلق كل شيء خلاص. نعم، الله خالق كل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في بعض الأشياء التي تستهلك وترمى يكون اسم المصنع مكتوبا عليها، وقد يكون اسم صاحب المصنع معبدا لله كعبد الله وعبد الرحمن وموجود على الكرتون. إيه، لا تدقق، هذا بدون قصد وبدون، لا تدقق في الأمور هذه، تبي تبد على الأوراق المجدوعة في الأرض وكلها تشوف ما باسم الله، ولا هذا تكلف ما أمرت به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول الشاب الذي يخاف على نفسه من فتنة الشهوات، هل يجوز له أن يصوم الدهر كله؟ الذي الشاب الذي يخاف على نفسه من فتنة الشهوات، هل يجوز له أن يصوم الدهر كله؟ لا، الصيام يصوم يوم ويفطر يوم، خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول من المعلوم أن من شروط التوبة أن ترد حقوق الآدميين، يقول قبل التزامي بالدين سرقت مالا كثيرا من جهات متعددة ويبلغ بعضها ملايين، يقول ليس عندي هذا المال لأرده وأخشى علي الضرر من السجن وغيره، ما الواجب الشرعي بعد توبتي؟ واجب الشرعي عليك التخلص من الحقوق التي تعرفها، إن كان تعرف أصحابها ردها عليهم ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، وإن كنت ما تعرف أصحابها أو تخشى، إذا تعرفهم لكن تخشى من العقوبات ومن الضرر، تصدق بهذا المال على المحتاجين، ما هو من باب الصدقة وإنما من باب التخلص. مال مثل الضائع تضعه في المنافع العامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من امرأة تقول انتشر بين بعض الأخوات قراءة الروايات الأدبية باختلاف أنواعها، فما حكم قراءة هذه الروايات والاستشهاد بكلام مؤلفيها، علما بأن كثيرا من المؤلفين من الكفار ومن أصحاب الأهواء؟ أنا ما أحكم على هذه المقالات حتى أراها وأقرأها، ما أدري وش فيها. نعم. لكن أنت اتركي هذه الأمور، اتركي هذه الأمور واقتصري على ما ورد في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، كتب أهل العلم المفيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض النساء أحيانا تحتاج من جارتها إلى الملح أو إلى الحنطة من الأنواع الربوية، فهل لها أن تقترض منها هذا ثم ترده لها أكثر من ذلك، وهل يدخل هذا في الربا؟ لا، خيركم أحسن قضاء، إذا كان مشروط، إذا كان الذي أقرضها شرط عليها الزيادة هذا ربا، إذا كان ما شرط عليها وإنما هي زادت هذا من باب حسن القضاء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول راتبة الظهر القبلية ورد أنها 4 ركعات، هل للمسلم أن يجعل 2 ركعة في البيت و2 ركعة في المسجد؟ نعم، كل واحد يصليها في البيت يصليها في المسجد، يصلي بعضها في البيت وبعضها في المسجد، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية والعقرب، يقول هل معنى ذلك أنه يجب قتلها عند رؤيتها؟ ما في شك،
تقتل الحية والعقرب لأنها فيها ضرر عليك وعلى الناس، هذا من إزالة الضرر. نعم، حتى في الصلاة تقتلها، تقتل الحية والعقرب وأنت في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يؤدي العمرة عن شخص آخر في بلد آخر وهو غير قادر على المجيء إلى هنا؟ ما دام أنه حي، ما دام أنه حي ومعافى فلا تنوب عنه في العمرة ولا في الحج، يجي ويعتمر ويحج. أما إذا كان عاجزا لا يقدر على المجيء لا ماليا ولا جسديا، أو كان ميتا، يعتمر عنه. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من كان له ورد من الليل فنام عنه، فهل يشرع أن يقضيه في النهار، وكيف يقضيه إذا كان وترا؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار شفعا، قضاه في النهار شفعا، يعني ما تخليه وتر، توتر بثلاث تجعله أربع بتسليمتين، توتر بخمس تجعله ست، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للرجل المسلم أن يتفرغ للرقية الشرعية لرقية الناس بذلك ونفعهم؟ لا بأس بذلك، ويأخذ عليها مقابل، ما في بأس، إنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة، فهل يشرع للمأموم أن يجلسها؟ لا، تبع لإمامه، يتبع لإمامه. نعم. فضيلة الشيخ، جلسة الاستراحة فيها خلاف، ترى العلماء يقول أن الرسول فعلها للحاجة لما ثقل، ما فعلها من باب التشريع، وإنما فعلها من باب الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم لبس الخاتم من الحديد بالنسبة للرجال؟ يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، هذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه، هل يطبق هذا على جميع الأذكار فنقول نستغفر الله زنة عرشه وعدد خلقه وهكذا؟ لا، اقتصر على ما ورد فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بخاتم الخطوبة؟ عادة لا أصل لها، خاتم الخطوبة هذه من التقاليد التي لا أصل لها في الدين، إنما هي عادات تقاليد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قام من النوم في الليل أنه يمسح وجهه بيده؟ الله، ما أعرف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب على المسلم عند رؤيته للمنكرات في الأسواق وفي غيرها؟ الواجب عليه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى يعني رأى أبصره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لأصحاب السلطة اللي معهم سلطة، فإن لم يستطع يعني ليس له سلطة فبلسانه، بالموعظة والتذكير والنهي عن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن لم يستطع فينكر بقلبه، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. على كل هذا الحديث يدل على أنه لا بد أن المسلم ينكر المنكر، إما بالفعل وإما بالقول وإما بالقلب. نعم.